وش تقول يا شيخ؟ بل يدوس كرامة بيتك وهي نمك وشق رجل دخيلة. عوذا من هيش رجل. اي بالله، هذا الرجل هو الشيخ فواز خالي أخمي، بزيت له بادي وعاب عن الحق. عوذا للمره والمروة غير تاخذ حقك وبالصاع الوافد. أبو باجس يعونك يا طويل العمر. باشر تروح يا مفواز تطلبه للحق. الشيخ عويمر يطلبك للحق لجل اللي سويته الضيف وقصير وماجد عند الشيخ سطار. علم شيخك انه ماجد ما له حق عندك ولا مستحق. هذا جوابك يا شيخ فواز؟ اي وهذا هو جوابي وما بي عندي غيره. خسى يا فواز سبعه. هذا يا جماعة الخير ضبع رجال، شلون ما وده يقعد للحق؟ يا همالالي حرمة غريبة مثل عود الخيزرة وراكبة على بعير بعد. يا حي الله يا حي الله يا حي الله. يلا حيك يا ضيفة. من أي الدير أنت؟ ما قلت لي منين انت يا مزيونة؟ ترى انا فواز شيخ العرب هذه كلها. يا هلا بالشيخ فواز. يا رجلي يا ابي. العين بالعين يا خالي، مو هيك وبس، الشيخ عويمر وده يغزيك ان ما قعدت مقعيد الرجال.